يعني في ناس بيكون عندها مشاكل في النوم وأرق، وناس بتنام عدد ساعات قليل، ده بيكون طبعا ليه تأثير كبير جدا على الصحة ونشاط الدماغ. وفي دراسة حديثة أكدت أنه قلة النوم تؤدي لتراكم بروتينات سامة في الدماغ. عايزين نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة الدكتورة سلمى مرزوق، استشاري تشخيص المخ والأعصاب واضطرابات النوم بقصر العيني. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك. إيه علاقة قلة النوم بالتوتر؟ لا، هي دي علاقة وطيدة جدا جدا. إحنا محتاجين مش بس ناخد ساعات كافية من النوم، إحنا محتاجين النوم بتاعنا يكون نوم مشبع. يعني إيه نوم مشبع؟ يعني نوصل بعدد الساعات اللي هندخل فيها في النوم، ان احنا نوصل للدرجه الرابعه في النوم، اللي هي الدرجه اللي بنوصل جواها للاحلام، المرحله الرابعه. المرحله الرابعه بالظبط، اللي هي جريد فور. دي بتهيئ لنا افضل درجه من ارتخاء العضلات والاعصاب، وده بالتالي اللي بتنشط فيها كل وظائف الجسم اللي بتقدر تبقى مظبوطة في اليوم اللي بعد الليلة السابقة. فهي دايما الناس متخيلة ان احنا بنتكلم على عدد الساعات، وعدد الساعات دي يختلف جدا من شخص لشخص ومن عائلة لعائلة. علشان كده احنا بنعرف اذا كان النوم فعلا كافي ولا لا بفحص النوم، مش بس بالفحص الاكلينيكي، لان فحص النوم هو اللي يقدر يشوف لنا ذبذبات المخ اثناء النوم هل هي مظبوطه وهادئه ولا لا. لان ممكن حد ينام ساعات نوم طويله جدا جدا ويقوم برضه مرهق، وبرضه حاسس ان جسمه مش مهيئ انه يبقى بيدي العطاء. تمام، معنى كده يا دكتوره ان انا لو نمت وما حلمتش، يعني ما وصلتش للمرحله الرابعه من النوم وهي الحلم، فمهما كان عدد الساعات انا ما خدتش قسط كافي من النوم. لو ما وصلناش للمرحله الرابعه بس هو المعتاد ان احنا ما نتذكرش الاحلام، لان الاحلام هي وسيله لتنفيذ الطاقات السيئه، فمش كل الاحلام مفروض ان احنا نتذكرها. هو عاده بنتذكر الاحلام في وقت ما بنصحى من النوم بس، يعني على حسب توقيت الافاقه من النوم، انما مش شرط خالص خالص ان احنا نتذكر الاحلام عشان نكون حصل عندنا دوره حلم او رام سليب اللي هو الحلم اثناء النوم خالص. طيب دكتور، يعني ايه كمان من علامات انه الشخص يعني قدر يتلقى ساعات نوم كافيه ومريحه غير تذكر الاحلام؟ لا، احنا بس هعدل الجمله دي تاني، احنا مش محتاجين نتذكر الاحلام عشان نتاكد ان احنا نمنا نوم مريح. ازاي نتاكد؟ اكتر حاجه، يعني اكتر ناقوس، يعني زي ما بنقول بيدق على بابنا كده، ان انا اقوم اليوم اللي بعده متتالي حاسه ان نشاطي غير كافي، وده الناس بتشوفه انه حاجه طبيعيه ساعات كتير. بس لو ده تكرر اكتر من 3 أو 4 ايام، لا، يبقى انا محتاج يا اما هعمل فحص نوم عشان اشوف هل انا محتاجه تعديل سلوك نوم فقط، ولا في مشكله حقيقيه في بناء النوم محتاجه تتظبط، سواء بعلاج سواء بتعديل تنفس مثلا. لان 80% على فكره من اسباب اضطرابات النوم اللي بنشوفها حاليا بتكون ناتجه عن اضطرابات التنفس، مش بس الارق زي ما الناس كلها متخيله. وده بيدي يعني ده بيجيب ده، ده بيؤدي الى ده. اضطراب النوم المزمن بيؤدي للارق وهكذا. هي حلقه مفرغه. طيب دكتوره سلمى، تراكم بروتينات سامه داخل الدماغ، ده معناه ايه وايه ممكن يكون تاثيرها؟ احنا في دايما مقوله كده بنقولها للمرضى واي حد بيتردد على عيادات النوم، ان 80% من حالات الاكتئاب بتشفى تماما 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 لو الشخص نام نوم طبيعي هادي كافي. وده لان بيحصل، هو الـ 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 النوم الطبيعي بيفرز زي مهدئات طبيعيه،
وزي أدوية اكتئاب طبيعية. لو الأدوية دي ما اتفرزتش طبيعيا في جسمنا، بالتالي احنا يعني خلينا نبسطها كده للمستمع واللي بيسمعنا، كأننا بالضبط في سموم ما بيحصلش ليها كنس أو واشنج، أو يعني ما بنرميهاش بالشكل اللائق ليليا، لأن على فكرة النوم الليلي هو النوم الأساسي. النوم الصباحي ما بيأثرش على خلايا المخ بالشكل الكافي، وبالعكس احنا لو أي حد عنده أرق بننصحه كتير كتير إنه ما ياخدش اللي هي الناب أو النوم البسيط اللي بيبقى في منتصف اليوم، لا بنفضل إنه يحوش اليوم النوم للنوم الليلي، لأن ده النوم اللي فعلا فعلا بيأثر على هرمونات الجسم وصحة اللي بيكون مفيد الخلية. أكتر يعني هو اللي بيبقى فعلا صحيح. الجسم محتاجه. طيب دكتور سلمى يعني سريعا أرجوكي، أولا فكرة عكس ساعات النوم زي ما حضرتك كنت بتتكلمي، في ناس ممكن تنام وقت ساعات مش قليل، ولكن العكس يعني ممكن تنامهم الصبح، دي ده سؤال. السؤال الآخر يا فندم، هل يمكن تحسين نوعية النوم إذا كان في عوامل وراثية أو نفسية؟ واحد، لا الساعة البيولوجية تحترم. النوم ليلي، أي نوم صباحي ده خيال، وحتى اللي بيقولوا إن هم بيشربوا كافيين وبيناموا، لا بناء النوم لما بنقراه بالأجهزة الحديثة دلوقتي اللي عندنا بيبقى مهدود. ده رقم واحد. رقم اتنين، كل التوائم النفسي الجيني بيعدل وبيعدل حاليا، يعني سواء بيعدل بالتركيبات الدوائية أو بيعدل بتركيبات السلوك، يعني كل حاجة بيبقى ليها حل، بس لما نبص على كهربية المخ حقيقة، لأن كتير قوي ناس بتتخيل إن العلاج هو باخد دواء وبس. الكلام ده كان زمان، دلوقتي في رسومات نوم مطولة بتكشف لنا. طيب دكتور سلمى كده يبقى يعني أعتقد إنه الشخص اللي بيعاني من يعني سوء نوعية النوم هيحتاج يروح دكتور نفسي ولا يروح لأي اختصاص؟ لا، بيجي لنا احنا الاول علشان نعمله فحوصات نوم، لان هي دي برضو حاجه مغلوطه، لان بالزبط. دلوقتي بقى فيه طبيب امراض النوم، يعني تشخيص النوم بيبدا اولا احنا على حسب اللي بنشوفه، هل لو لقينا فيه مجرد تعديلات سلوك بنعدلها، لو القصه مجرد ارق بنقول له لا حضرتك محتاج تتوجه لطبيب نفسي. ساعات بيبقى فيه مشاكل للاعصاب ودي بتحتاج طبيب اعصاب وليس طبيب نفسي، في كذا شق للمشكله، وساعات بيبقى في ولا ده ولا ده، بيبقى طبيب امراض تنفسيه على فكره، وده بيبقى سبب المشكله كلها، فالقصه لازم تبدا بالتشخيص الاول. طبعا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتوره سلمى مرزوق استشاري المخ والاعصاب بقصر العيني، شكرا لحضرتك يا فندم.